تفضل. ما هذا؟ تذوق. لذيذ جدا، أنت صنعتها؟ إنها من صنع ابنتك سمية. عندي لها مفاجأة. عرفتها، ستأخذنا في رحلة في نهاية الأسبوع كما وعدتنا في الأسبوع الماضي. أصبتي. سمية ستطير من الفرح، مسكينة مضى لها وقت طويل وهي حبيسة في المنزل. الظروف أحيانا تحتم على الإنسان أمورا لا يحبذها. حماتها هي أصل بلائها. أرجوك يا زكية لا تسكب الزيت على النار، دعي حماتها جانبا. أية نار وأنا أقول لك الحقيقة؟ زكية حاولي أن تطبقي فمك أمام ابنتك في مثل هذه الأمور. اطمئن، لن أفتح فمي ما دامت سمية وحماتها على ما يرام هذه الأيام. أعود لأكرر ما قلت، أعتذر بالإنابة عن زوجتي، هي لم تستطع الحضور لأنها تهتم بالأولاد، الشراب، الأكل، الدراسة وما إلى ذلك. أعطاها الله الصحة والعافية. يا بني ما من أحد يلزم الآخر على زيارته. كأنك غير مصدقة ما أقول. زوجتك تكرهني. تكرهك؟ كل ما حدثتك به ذهب سدى، لم تصدق كلمة واحدة منه. أمي، ما الذي يمنع من أن من نقل إليك الخبر ينوي الفرقة بينك وبين زوجتي؟ الحساد كثر يا أمي. أم حامد امرأة أثق بها، ثم لم أحسبها صاحبة نميمة. سأتحقق من الموضوع، اطمئني. لكني لا أريد شجارا بينك وبين زوجتك لأجل. إذا كان ما حدثتني به صحيحا فإن الشجار قد حصل. اسمع يا ماجد، عاهدتني أن تكتم هذا الموضوع عنها، صدقني إنه لا يساوي عندي جناح بعوضة. لكنه يساوي عندي جملا بحاله، سأتحرى الأمر. يا بني إن كنت تريد رضاي فدع زوجتك وشأنها، ثم أني لا أجبر أحدا على محبتي. زوجتك منذ أن تزوجتها وهي لا تطيقني ولا تحبذ لقائي، ماذا نفعل؟ نحن نحبهن وهن يكرهننا. أنت تغالين يا أمي، أنت تكرهينها أيضا. البادئ أظلم، ثم أنك دوما تضعنا على قدم المساواة. أعني أنني حماتها بمثابة أمها وعليها أن تتصرف على هذا الأساس. معك حق، الاحترام واجب. اسمع يا بني، عد الآن إلى دارك، غدا ستكون زوجتك في ذات الموقف، ستصبح حماة وعندها ستعرف قيمة الحماة. إلى اللقاء يا أمي. Thank you.
لا أريد طعاما. تعشيت عند والدتك على ما يبدو. نعم أكلت. هل بات الأكل ممنوعا؟ لا، على الرغم من أنني أنتظرك طوال الليل ولم أذق طعام العشاء. لا أحد يجبرك على هذا، كلي ما تتشائين. أخبئ لك مفاجأة ستسر بها كثيرا. وأنا عندي لك مفاجأة. هل أخبرك والدي بما ننوي القيام به نهار الجمعة القادمة؟ ما الذي ينوي والدك فعله يوم الجمعة؟ إذا لم يخبرك أنا أخبرك. والدي سيأخذنا في رحلة بسيارته نهار الجمعة. تقصدين الأولاد؟ الأولاد وأنا وأنت. الأولاد بحاجة إلى هذا الترفيه بعد انقضاء شهرين أو ثلاثة من الانحباس داخل المنزل. ماجد، المصاريف كلها على عاتق والدي، كما أن الرحلة لا تحتاج إلا أن نهيئ أنفسنا للانطلاق. مصاريف؟ مصاريف الرحلة. لا تنسى أن والدي اشترى البطاقات التي تخول رامي وزاهي من أن يلعبا في مدينة الملاهي، وحجز لنا المقاعد في مطعم الرابية. أو تدري أن ثمن الوجبة الواحدة 20 ريال للشخص الواحد؟ مسكين والدي، فعل كل هذا لأجلنا ولأجل مسرتنا. ماجد، أراك صامتا على غير عادتك. أستمع إليك. أنا الأوان أن أتكلم أنا، لأن مفاجأتي أعظم من مفاجأتك. أين كنت البارحة؟ ما صلة هذا بالذي أحدثك به؟ أريد جوابا محددا، أين كنت البارحة؟ ذهبت إلى السوق لأشتري بعض الحاجيات التي طلبتها منك ولم تأتي بها. وعدت إلى البيت؟ بالطبع. وهل تراني ما زرت بالسوق؟ بدون سخرية. ما الذي جرى؟ ما الذي دفعك إلى زيارة أم جابر؟ وهل بات ممنوعا علي زيارة أم جابر التي لا غيرها لي في وقت الضيق؟ من تقصدين بغيرها؟ لا أقصد أحد. ما تقصدين؟ أما كان من الأجدى أن تمر على أمي في البداية قبل زيارة أم جابر؟ الاثنان يسكنان في دار يفصلهما الشارع لا يتعدى 50 مترا. وهذا الذي يغيظك؟ اجلسي، سنتحدث بكل شفافية. أنا لا أرى سببا مقنعا لعدم ذهابك معنا للرحلة التي اقترحها والدك. الأولاد يا أمي يخنقونني، يكبلون حريتي. هذه حجة واهية. هناك سبب أكبر. حماتي هي السبب. بصراحة ما عدت أطيق مجالستها لأنها تكرهني. في هذه الحالات يجب أن نكبت أحاسيسنا ونتودد إلى الآخرين. لقد سبق السيف العدل. ماذا تقصدين؟ ماجد اتخذ قرارا، لن نذهب في رحلة أتوق إليها منذ زمن. تفضل. أحسنت. الحمد لله. هنيئا لك. جزاك الله خير. انتظري يا زكية قليلا. أتعلمين أن ثمن هذه الأوراق 150 ريالا؟ أمست رحلات الاستجمام مكلفة هذه الأيام. ما عدنا بحاجة إليه. ماذا تقولين؟ الرحلة ألغيت تماما. ألغيت؟ أنا أقرر وأنا ألغي. أنت الذي قررت، ولكن الذي ألغى هو زوج ابنتك. كيف يفعل ذلك دون استشارتي؟ دفعت 150 ريالا وحجزت المقاعد. تستعيدها؟ لهذا المطعم نظام خاص، في حال تخلفنا لن يعيد لنا بيسة واحدة.
إلغاء الرحلة يعني خسارة 150 ريالا دفعة واحدة. وماذا تفعل؟ سأتصل بصهرك. ما جدوى ذلك؟ لقد اتصلت به منذ قليل وحاولت أن أثنيه عن قراره ولم أستطع. أنا أكثر منك إقناعا. إنه على خلاف شديد مع ابنتك سمية. على خلاف مع سمية؟ ابنتك كانت هنا وانصرفت منذ قليل. للأسف نعيمة لن تبقي لابنتك باقية. إنها تحاول إشعال النار بينها وبين زوجها. ناصلة نعيمة بمشروع الرحلة. وسوست لابنها حتى انقلب رأسا على عقب وبات لا يرغب في مرافقتنا. لكنني فعلت ذلك من أجل إسعاد عائلته. أنا لست من هواة إنفاق 200 ريال لأجل نزهة. هو لا يريد السعادة للعائلة. مع الأسف ماجد يريد أن يدمي قلب ابنتك ويتعسها منذ البداية. وأنا ألح عليك بتأييد الطلاق. تقولين الطلاق؟ توقفي عند هذا الحد. لا تلهجي بالطلاق مطلقا. إذا كانت هذه البطاقات ستدفع للطلاق فأنا أتخلص منها. هاتي حدثيني بالذي جرى. أين فطوري؟ ستجده في المطبخ. تكذبين علي؟ كنت في المطبخ ولم أجد شيئاً على الطاولة. ولكن المطبخ يحوي على الماء، وستجد في الثلاجة القليل من الجبن والزيتون. يمكنك الاستعانة بهما في تحضير فطورك. استنتج من هذا أن علي أنا أن أعد فطوري بنفسي. وما الضير في ذلك؟ الضير الكثير. أريد فطوري الآن. لن أحضره لك، وافعل ما بدا لك. هل هذا التحدي؟ اعتبره كما تريد، فأنت بدأت بهذا فقط. إنك تثيرين غضبي وتشعلين النار بداخلي. واحدة بواحدة. واحدة بواحدة؟ ماذا تعني؟ أعني بأنك أشعلت النار في داخلي منذ أن حرمتني الرحلة مع والدي، وهكذا أرد لك الجميل. اسمعي. سوف ترين مني ما لم ترينه في الثمان سنوات الماضية. ما الذي ستفعله؟ كفاكي بكائي. لا تبكي يا حبيبتي، لا تبكي من أجلي يا بنيتي. سوف يجد والدك حدا لهذه المهزلة. لا أعرف لماذا لا يرد علي. لا تبكي يا بنيتي، قلبي ينفطر عليك وأنت تبكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين كنت؟ حاولت الاتصال بك مرارا وتكرارا ولم ترد. والدك يا امرأة، كنت في المسجد. وإن كانت هناك ضرورة ملحة. أية ضرورة؟ نشبت حرب نووية في العالم هذا النهار. ثم إن للمسجد حرمته وخصوصيته. إننا في بيت الله، ولهذا علينا أن نغلق هواتفنا في المساجد. سمية، ما الأمر؟ الأمر برمته أن سمية ستعيش معنا هنا في هذه الدار. ما الذي حدث؟ انظر إلى وجه ابنتك ستعرف ماذا حدث. زوج ابنتك يتمرن على الملاكمة في وجهها. أقسم بالله إن لم تأخذ لها حقها
سأخذه أنا. كفي عن هذا الهراء، لن أسمح بمثل هذا ولو لمرة واحدة. أعلم هذا، إنما أذكرك. لا حاجة لأن تذكريني، أعرف واجباتي جيدا تجاه أبنائي. قبل أن تخبريني بتفاصيل الحدث، أخبريني أولا، ما الذي دفع بك إلى هنا؟ لا حل غير الطلاق يا عبد الله. أطبقي فمك يا زكية، واذهبي إلى المطبخ واعدي لي فنجان قهوة، واتركيني مع ابنتك. لم تجيبيني على سؤالي، لماذا أنت؟ خرجت من البيت. خروجك من الدار كان قرارا منك أو من زوجك؟ مني أنا، لم أعد أتحمل. قرار خاطئ، كان عليك أن تبقي في منزلك مهما تكون الظروف، لا جدال في ذلك. العودة إلى منزلك هو الحل الأول يا ابنتي، أما نتاج ذلك فسأعالجه مع زوجك. والآن حدثيني بالأمر، وحاولي ألا تغيري الأمور لصالحك. أنا لن أتحمل هذه الفوضى، اذهبوا إلى الأعلى. لا أحد يستطيع يفهم مليونات الأطفال سوى الأمهات. بدأت بالتراجع على ما يبدو. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، حتى أنت يا أمي. لا تستطيعين إقناعي بأن الأطفال يمكن أن يعيشوا بدون أمهاتهم. بالطبع، إنما للأمهات حدود ينبغي التوقف عندها. ثم لما لم تفعل شيئا؟ لما لم تمنعها من الخروج لدار والديها؟ ماذا عساي أن أفعل أكثر مما فعلته؟ أشبعتها ضربا، بعد ذلك خرجت ثم عدت لأجد المنزل فارغا إلا من ورقة صغيرة تعلمني فيها أنها لن تعود مجددا إلى المنزل. زوجتك إنسانة متمردة، حذرتك منها فلم ترحم. هادنتها فناصبتني العداء. أود أن أهنئك، أنت تجيد لعبة المصارعة، أو قل حرفة الملاكمة. عمي، أفصح ما في داخلك أرجو. قبل أن أفصح عما في داخلي، أود أن أخبرك أن زوجتك قد عادت إلى دارها، أو إلى دارك، وها قد صححت خطأها، وعليك أن تصحح خطأك. أنا لم أخطئ أبدا. انظر، انظر إلى الصورة. أظنك أخطأت، أخجلتك الصورة على ما يبدو. هذه صورة زوجتك، وقد صببت جام غضبك عليها. لقد أثارت عصبيتي وأنا رجل. مهما يكن من أمر، لا يحق لك بأي حال من الأحوال أن تغير معالم وجهها لمجرد أنك رجل. ضع نفسك مكاني، ما الذي ستفعله لو تمردت عليك زوجتك؟ أحاول أن أمحو تمردها بالمنطق في بادئ الأمر. هل تحضير كوب من الشاي وإعداد الفطور بحاجة إلى كل ما حدث؟ لم يكن هذا هو السبب الذي دفعني لضربها. ما السبب إذن؟
لا يوجد سبب على ما يبدو، بل يوجد سبب جوهري أردت أبسط حقوقي عليها. أردت حقوقك رغما عنها؟ هذا حقي عليها، وإلا فهي ناشز، وللرجل الحق في ضرب زوجته الناشز. لا أحد يستطيع أن ينكر قول الله تعالى في كتابه. أدهشني استنتاجك الذي بنيته على فرضية خاطئة. وإن خفتم نشوزهن فاضربوهن. رويدك رويدك، لا تمحو من الآية ما تراه إدانة لك ولما فعلته بزوجتك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هناك مرحلتان قبل الضرب، هل قمت بوعظها كي تعود إلى رشدها؟ هل هجرتها في المضجع أياما ورغم ذلك بقيت على عنادها؟ أراك نسيت كل هذا أو تناسيت وتعمدت أخذ ما جعله الله بينكما مودة ورحمة في القسوة والضرب والركب. بإمكانك الآن أخذ ولديك من دار أبيك وأن تذهب بهما إلى دارك وتعتذر لزوجتك، وأنا على ثقة أنها ستعتذر منك أيضا. قم قم ولا تبطئ، وحاول ألا تجتزئ قول الله تعالى في المرة القادمة.